السلام عليكم، كدير؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحه جيده. اليوم بغيت نصيب الكبسه وبغيت نشاركها معكم ان شاء الله. كنشد الشحمه ديال الجمل، الا ما كانتش عندكم الشحمه ديال الجمل، يعني اللي كان عندك اللحم في الدار، داكشي اللي عندك غادي تصيبي به هاد الكبسه اللي غنصيب قدامكم. شديت شويه ديال الشحمه ديال الجمل، حكيتها في حكاكه ديال خيسو، شديت شويه اللحم، بغيتي ديري اللحم ما بغيتيش بلاش. ندير الكبسه فيها اللحم والحوت. دابا درت الشحمه ديال الجمل، درت شويه ديال اللحم في في الكوكوط، صافي. وغنغسل الروز، غنشد الروز نغسلو ونخليه كيتسكر. صافي، دابا شعلت البوطه، وغادي ندير الروز تيتقلى في هاد الشحمه ديال الجمل ومع اللحم. تندير غير الملحه، التوابل كنخليهم هما الاخرين، هما قزبر ومعدنوس وشويه ثومه والبصله، يعني البصله بغيتو ديروها ما بغيتوش بلاش. صافي، دابا درت الروز. صافي، دابا كنخليو داك اللحم كيتقلى هويا وهاد الروز مزيان، كنبقاو نحمرو في الروز تياخد واحد اللون ذهبي. عرفتو البنات كتجي زوينه هاد الكبسه. ما تنزقوش من التحراك باش يعني ما يلصقش لنا الروز. صافي، تنبقاو نحركو باش ما يشدش لينا في الكوكوط. الغرض ديالنا خصنا هاد الروز نحمروه مزيان في هاد الشحمه ديال الجمل، كيجي زوين بزاف البنات تبارك الله. هنا ما عندكمش الشحمه ديال الجمل، ديروا الشحمه العاديه ديال البقر، حتى هي كتكون زوينه. الا ما كانش يعني الشحمه بغيتو تحمروا في الزيت، تديروا حساب الزيت اللي داكشي الزيت اللي غادي تطيبي به وتبقاي تحمري هكا فيه الروز، وكديري به الكبسه كتجي زوينه. صافي، دابا غندير الماء اللي غيقدني، صافي بللت درت البلول، وغادي ندير شويه البصله، ثومه، قزبر ومعدنوس، توابل. صافي، صافي نخلطاهم. صافي، سنحركو مزيان هاد الروز والتوابل والقزبر والمعدنوس باش يدخل هكايا في هاد الروز، وحتى نسد الكوكوط كنخليوه يطيب. صافي البنات، دابا طاب الروز، سديت عليه الكوكوط طاب، حيدتو درتو فيه الطبسيل. صافي، تنخليو داك الروز تيطيب مزيان، هو اللحم تيطيب داك اللحم مزيان، هذا تنحيدوه. صافي، دابا غادي ندير الحوت في الفران يطيب ونرجع نتلاقى معاكم. دابا انا غندخل سميتو الحوت نغسلها نقشرها. كاين عندنا التوابل، كاين عندنا جوج مطيشات، كاين عندنا ثومه، وكاين عندنا الشحمه ديال الجمل،
باش غنطيب الحوسه. كاين عندنا الحامض، حكاه في حكاكه ديال خيزو، الحوته غندير فيها قزبر حبوب حتى هو كاين مع توابل وشويه الكمون. صافي دابا صيبت الحوته نقيتها وغندير شويه شحمه في هاد لاصوص. صافي نعمر الحوته ندخلها الفران. تبارك الله انا دخلتها الفران كطيب، درت معاها شويه الفلفله. صافي الرز ديالنا هو هذا، الحوته هي هذه طابت. صافي هذه هي الكبسه، كنتمنى تعجبكم بالصحه والراحه. رافقنا بشويه ديال الجلاضه. كنتمنى تعجبكم الكبسه اللي شاركت معكم بالحوت واللحم، الشحمه ديال الجمل واللحم. كنتمنى تعجبكم الكبسه، وتنتوما لو بغيتو تجربوها راه زوينه بزاف. يعني كتديري داكشي اللي عندك في الدار، يعني اللي عندك في الدار كتصايبيها بيه. كنتمنى تعجبكم وتجربوها بالصحة والريحة.